الحصيلة الحكومية في الواقع كانت حصيلة صادمة للمغاربة جميعا، حصيلة لم تكن يعني أنها في المستوى الذي كان ينتظره الشعب المغربي من خلال البرنامج الذي تقدم به سواء الحزب الحاكم أو كذلك البرنامج الحكومي والإحصائيات التي كانت قد أعطيت. ها أنتم ترون الآن بأن هناك انتكاسة في المجال الحقوقي، بأن هناك يعني واحد التدمر بالنسبة للمستوى المعيشي بالنسبة لجميع المواطنين، الغلاءات التي طالت كل شيء. أكثر من هذا والخطير في هذا الشيء هو أن ترفع الدولة يدها على قطاعات عمومية مهمة وأساسية في أي بلد وفي أي دولة. قطاع التعليم الآن يراد له الخوصصة، قطاع الصحة يراد له الخوصصة، قطاع السكن لم يصل إلى المستوى الذي كنا والذي جاءت يعني حكومة التناوب بواحد المشروع اللي هو متكامل. الآن كاين واحد تراجع خطير، واحد التفافة حول السكن كذلك. الآن المغاربة إن لم نقول ثلثي المغاربة يعيشون على الاقتراض، هناك ركود فيما يتعلق بالأجرة، هناك واحد الفارق كبير ما بين يعني ما بين الدخل وما بين العجلة الاقتصادية، العجلة الاقتصادية واقفة، لا وجود الاستثمارات، لا وجود للتشغيل، هناك واحد تضخم يعني في نسبة البطالة الآن، والبطالة بجميع يعني فئاتها، ما بقتش فقط أن واحد الفئات اللي هي اليد العاملة أو الفلاحية إلى آخره، وإنما كذلك البطالة في الفئات المتعلمة، وزيد على ذلك وقيس على ذلك أشياء كثيرة. المجال القروي لم يعني يقص، لم يكن مطروحا في إطار السياسة الحكومية الحالية. هناك سياسة حكومية كانت ارتجالية، كانت يعني لا وجود لمشروع مجتمعي حقيقي. لا بغينا نلخصوا أن حكومة دوزت واحد الفترة ديال 5 سنوات لم يظهر لها واحد المشروع مجتمعي حقيقي، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياسيا.